اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم، انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره، وحنا اليوم بالضبط بقلب سوق الربيع للتنميه. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السوق اللي اصحاب البائعين اللي كتشوفوا فيهم اللي غادي تسمعوهم وغادي نسمعوا من عندهم اللي طالع لهم الدم كيقولوا حنايا جاو عندنا مسؤولين هذا العام صوروا وقادوا، ولكن مع الاسف ما شفنا والو. غادي نسمعوا من عندهم مجموعه الحويجات هاليوم غادي نعرفوها ونعرفوا شحال من حاجه. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين. كنتمنى منكم انكم تبارطاجوني، كنصحك تبارطاجا. مرحبا بالسير رئيس الجمعيه ديال جمعيه سوق الربيع للتنميه والتضامن. السير الرئيس عاود لنا شنو واقع في هذا السوق، شنو واقع بالضبط؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر شوف تيفي اللي هي دائما، نعم كنشكر شوف تيفي اللي هي دائما تقدم الحضور ديالها معنا وكتبدل معنا واحد المجهود، وكنشكروها الشكر الجزيل من هذا المنبر هذا. مرحبا، هذا واجب. وقناة شوف تيفي هي قناة الشعب. تندخلوا دابا في الموضوع، حنا الامر اللي كيهمنا في هذا السوق هذا وهو رفع الضرر على هذا السوق هذا. هذا السوق حنا كنا حنا كنتواجدوا بالسوق ديال العلامه، وانتقلنا من سوق العلامه في 2003. 2003 اذا كاين هنا تقريبا واحد 19 عام ولا 20 عام وحنايا كنعانيو في هذا السوق. المعاناه يعني معاناه فيها ضرر كبير، وحنا دقينا ابواب المسؤولين كاملين، الجهات كامله ديال المسؤولين دقينا ابواب ديالها، وما تلباش لنا شي طلب في هذا السوق هذا الا حتى واحد الوقت التمسنا شي حاجه من المسؤولين بانه السوق ديالنا غادي يتصاوب. وجاو الناس المسؤولين هنايا ديال القسم الدراسات وداك الشيء وعاينوا السوق، ومشاو الاخوان تاع عاينوا في العماله، عاينوا البلان وشنا البلان بعينينا وداك الشيء، وقلنا حنا فرحنا وقلنا السوق هذا راه غادي يرجع للمكانه ديالو ويرجع للمكانه ديالو الطبيعيه اللي باش دخلنا في 2003. واليوم كنتفاجئوا بهذا السوق هذا، كاع الاسواق كامله اللي هو هذا السوق كيسمى ام الاسواق. حنا كنقولها دائما في الخطاب ديالنا، حنا كنقولوا هذا السوق ام الاسواق. ودابا علاش هذا السوق هذا يعني ما تخدش فيه وجه نظر، خاصو تاخذ فيه واحد وجه نظر. علاش؟ حيت هو ام الاسواق، هو اللي تبارك الله تنطاقوا منه هاد الاسواق كاملين. وعلاش؟ ديما هو اللي مضرور، والاسواق الاول اللي تنطاقوا منه بحال كنسموه دابا الاسواق الاخرى راه ولاد هاد السوق، هاد الاسواق اللي تصاوبوا من وراه كيتسموا ولادو، مكونين من هاد السوق. بمعنى اسمح لي نقاطعك، بمعنى هذا هو اول سوق، اول سوق نموذجي. نعم. اول سوق نموذجي في مدينه قنيطره. مدينه قنيطره هو سوق الربيع للتنميه والتضامن. نعم. وحنا كنشوفوا دابا ها شيقولوا الميزانيه اللي كانت خرجت لنا واحد الوقت 2005 ها هي اليوم انعدمت على الكماله ديالها. هما قالوا لنا باش غادي يكملوا لنا المشروع، المشروع هو باقي حابس من 2005. دابا من 2005 تبناوا 15 سوق او 10 سوق او 12 سوق كلها تبنات. احنا كنطالبوا علاش هاد السوق يعني ما تبناش، هو اول نموذج ديال الاسواق وما كملش تمش يعني تمش من هذه الناحيه. نعم. انا كنطالبوا المسؤولين الله يجازيهم بخير يشوفونا بينا بعين الرحمه في هذا السوق هذا باش يكملوه، باش يرجع لديك الجماليه ديالو ورجع لديك الروح ديالو ديال البيع والشراء، ورجع لذاك داك المطلوب اللي طالبين منه كاع الاخوان هذا اللي كيعاني هنا. هما الاخوان دابا كلهم اللي تيتسلف تقريبا. قول لي شحال تقريبا هنا كاين من المحل هنا تقريبا؟ هنا كاين 400 وشي حاجه. 400 وشي حاجه ياك 400 الاخوان 403 403 403 المحل فيهم الماشي ديال الحوت، فيه شي 24 مثلا المحل ديال الحوت. نعم. 26 محل ديال الحوت. نعم. وشي الاخر كيبقى ديال الدارة. هو راه سوق يعني جاب واحد الوضعيه زعما، راه ماشي جاب واحد هذا، ماشي جاب مليوح بواحد البلاصه ولا، راه جاب السكان تبارك الله. ها هو حي مريم. نعم. ها هو حي الجديد، ها هو حي بنفات، حي الوحده، بمعنى جاب القلب ديال السوق ديال الجديد ديال كما يسميوه ملقب بالعريبي. نعم. يعني حنا جينا وسط واحد الحي اللي هو يعني عامر ماشي فارغ. نعم. واليوم كيشوفوا هاد الاخوان ديال هاد الاحياء كاملين كيشوفوا هاد السوق في التهميش ديالو، ما كيقبلش هاد السوق، ما عندوش قابليه باش يجلب لينا الزبون، ما عندوش واحد القابليه. مناش
نمشيو للسوق، انا بغيت ندوز نوريك الحالة. واخا هذه مناسبة وحنا كنتكلموا معك غادي نمشيو نشوفوا معك السوق وغادي نكملوا. ان شاء الله. واخا اجي معنا. تفضل. كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل، هذا السيد اللي كنت كيتكلم الان هو رئيس الجمعية، كيطلب من الاصلاح ديال السوق كما كيقول هذه عام، وجاو مسؤولين وصوروا هذا المكان وصوروا كل شيء، لكن مع الاسف حتى الان ما كاين ما درنا حل. كذلك كيقول بان كاين 400 محل المفروض انها تكون، لكن مع الاسف ما كايناش، فقط هي فقط في الحبر على ورقه. كيقول بانه حبر على ورقه ما كايناش في ارض الواقع. علاش؟ لان السوق بهذه الحاله، وحتى الناس الكليان كيقول على حسب ما كتسمعوا كيف ما سمعتوا، حتى الكليان ما بقاش كيقدر يجي، لانه الكليان ما بقاش كيقدر يدخل، لانه ولا كيخاف ولا كيشوف هذه الحاله اللي هي حاله يرثى لها. غادي نكملوا معك. نعم سيدي كمل. الله يجازيك بخير. حنا كما كنشكيو من هذه الحاله كما قلتي على ذكر الهضره اللي قلتي دابا، حنا يعني كاين عندنا معاناه حتى من هاد البلايص هادو دابا، جا بلايص فارغين. نعم. الاول الاسباب ديالهم هو السوق ما تصاوبش، هادشي كامل، هادشي اللي طرف في السوق هذا، هاد المحلات اللي كلهم تتهم بالاماكن كلها فارغه. تكلم باسم ديالك الله يخليك. شبيكه حميد. سي حميد، بغيت نسولك الله يخليك، وحنا كنا على مباشر دائما، هاد المفروض هاد البلاصه اللي حنا واقفين فيها المفروض انها يكون محلات. يا محلات ومراه. لان كيف ما كنشاهدوا حنا والتصاميم ديالهم بهاد البنايه ديال المجسف كيف ما كنشوفوا، المفروض هذه مثلا محل هنايا او شنو هذه طابله هذه. هذه محل. هذا محل. هذه هي 20% اللي دفعنا حنا. هذه 20%. هذه 20%. نعم. واحد وكتجيبوك من الطابله مثلا. وعاد تيتبنى السوق. وهي غادي. كما هذا النموذج اللي كتشوفها. يعني كيما كتشاهدوا في هذه الحاله. نعم. ها هما كاين مازال بلايص اخرين. والاسباب اللي خلات هذه البلايص الاماكن فارغه وهو السوق. دابا بحال مثلا هذوك 126 نمشيو نشوفوها تاهي معك حنا على مباشر دائما. ماشي المحل مصوبه خرجت لها ميزانيه ديالها تصوبات. نعم. هادو بقاو في الشمس. انت كيما كتشوف يعني كيما كنشوفوا دابا راهم في الشمس وداكشي بقى كيحطوا السلعه ديالهم تما كدوب ليهم. نعم. مع الشمس والناس حاطين في الشمس وداكشي اضطروا باش يخرجوا لبرا. نعم. هذا هو الاسباب كامله على السوق خصو يتصاوب اصلاح. الا تصح السوق كلهم الاخوان راه يرجعوا للاماكن ديالهم. نعم. وغيبان لك السوق حله عاوتاني جديده كما هي نهار الاول. نعم. كيما نهار الاول هذاك السوق العماره ديالو وداكشي اللي كنتمناو فيه يكون فيه. نعم. خصو الضرر اللي ترفع على هذا السوق وهو يتمنى. نعم. السوق يكمل غادي نشوفوه في واحد الحله اخرى وغنشوفوه في واحد غادي يجلبنا زبائن. كنتمناو هذه رساله للمسؤولين. لا واش هذه الحاله هذه اللي غادي يجي لها الزبون عندنا، انت شتي دابا بعينك. نعم. هذه حاله غادي يجي لها الزبون. كاين المرة غادي يدوز من تما تخاف كاع. نعم. ولا عندنا رعب. ونزيدك واحد النقطة اللي غادي نشير لها كاملة، وتنعطي تحية للإخوان اللي كاينين هنا، بأنهم كاين اللي عنده 40,000 ريال، 30,000 ريال، 1000 درهم، وهو باقي قاعد هنايا، كيعاني. متفابت. وكيتسلف. نعم. وكيدير دار. متفابت. كما تيقولوا الإخوان تيدير دار. نعم. وكيتسلف ويجي في الطابلة ديالو. ها الحالة توريك واش هذه هي عمارة ديال الخضار. نعم. عمارة ديال الخضارية ماشي عمارة. لا راه كتوريك. نعم. يعني كون كان السوق مصلوح ومصوب وكيجلب لنا زبائن وداك الشيء. غيولي يبيع الشراء غيولي يزيد فلوس غيولي يزيد. هما خلاو البلايص ديالهم. واخا الاخ يخلي الفقيات يزيد معاه. ممكن انا نعطي الكلمة للسيد. نعم تفضل. تفضل. تشكروا شفتي بي على. مرحبا حنا كنشكروك. مرحبا سيدي. بالنسبة للدار اللي عندنا هنا راه مشاكل كثيرة كثيرة وبزاف. نعم. بغينا هاد الناس ينظروا ويشوفوا الحالة الدرويج راه ضايع بزاف. بالنسبة أنت تشوف البلايص كما قلتي راه أنت كتشوف في الدار تيتسوق ب 1000 درهم دابا حاليا، ما غاد 1000 درهم ما غاتسوقش له. فهمتيني؟ نعم. بالنسبة ل 1000 درهم راه ما غاتسوقش له. نعم. وبالنسبة للناس دابا اللي خلاو بلايصهم ومشاو بحالهم. قال لك أسيدي أنا تنخليو خطية وتنزيدو بحالهم. لما عندنا صافي عندنا خطيه في خطيه في خطيه. بغي يردوا البال لهاد الناس ويجيو رجاو الناس مسؤولين وهضرنا معاهم. نعم. ك نعم. الناس مسؤولين. الناس. نعم. مسؤولين جاو عندنا وشافوا. نعم. وقال لك اسيدي يكون هاني. نعم. اللقاء اللي غيكون عندنا. كمل. نعم. تنديروا معاك. وبالنسبه لها انت تشوف الازبال والسوق عندنا الناس ديال النظافه. عندنا كلشي الناس المسؤولين ويجيو يشوفوا والسوق فيه الازبال. الناس يدخلوا للسوق تيلقاو الازبال في السوق. علاش هاد الناس ما يعطيوش بالنسبه لهاد السوق اللي ضايع هكا؟ بالنسبه لهاد السوق اللي ضايع هكا علاش ما يديروا بناء الفوق؟ بناء يديروه الفوق ويعطيو الناس حوان في تحت. نعم. ماشي مشروع مزيان هاد الناس. كلشي غيستافد. لا بالنسبه غيديروا السكن الاقتصادي الفوق. شحال المساحه هذه مناسبه ملي قلتي شحال المساحه ديال هذا السوق هذا؟ المساحه راه عندنا 400 بلاصه راه كاينه شحال نقطه غتكون؟
تقريبا تنراكم تنراكم شحال يجي جامع ويجي الناس يديروا يديروا الناس الفوق قيصريه ويديروا حوان في تحت الخباره ولا بالنسبه لاي اللي بغى شي واحد يدير شي حاجه دابا بالنسبه لهذه هذا السوق هاد السوق راه ام الصوار كانت العلامه كنتي ما تقدرش تدخل ليها وكنا تنبيعوا ونشريوا فيها والناس راه عارفنا دابا راه تيسمعونا وعارفنا كنا تما ما كاينش قال لي تيدخل العالم وكنا نخدموا وجاو الناس قالوا لينا غتحيدوا من هنا ونعطيكم واحد السوق نموذجي غنصاوبوا لكم مزيان وغادي تستافدوا مزيان نعم من جينا لهذا السوق هذا تلقاوه مهمش نعم لقينا هذا السوق مهمش بزاف نعم دابا لا كاين شي ناس بغاو يجيو ولا كاين شي واحد كاع هذه رسالة للمسؤولين نعم يدير وسيدي عطاونا حنا الفوق ويعطونا حنا التحت يعطونا حنا التحت نستافدوا التحت وياخذوا هما الفوق يلا السلام وتنشكروا شوف تيك مرحبا سي مرحبا مرحبا سي وعليكم السلام سيدي مرحبا بك معنا قدمنا نفسك بلا رئيس ولي. رئيس جمعية سوق الربيع للتنمية والتضامن نعم واللي غنقول الحمد لله السيد الرئيس راه قال المسائل اللي كنعانيو منها جاي الصباح حيدو منها جاي الصباح نعم الرسالة اللي غنقولوا الحمد لله السيد رئيس جمعية سوق الربيع راه قال كل شيء اللي غادي نقولوا المشاكل اللي كنعانيو في هذا السوق نعم بالنسبة للإصلاح وبالنسبة للناس اللي زارونا وبالنسبة للميزانية اللي خرجت تبشرونا بها 700 مليون وقالوا لنا راه كل إصلاح إن شاء الله من الشهرين من شهر دابا حنا كنتسناو عام وزياده بقى حتى النتيجه ما وصلنا ليها هاد السوق لا اصلاح لا بيع وشراء لا نظافه يعني والضرر اللي عنده شي حاجه مسكين راه تيطبها وتيكمل الدارات ويكمل المسائل وهذا الشيء اللي قالوا الاخوه قبل من الحمد لله ما خلوا لي انا ما نقول دابا بغينا الحمد لله هذه الرساله توصل للناس المسؤولين يراعيوا لهاد السوق يراعيوا لهاد الناس وهذا راه ام الاسواق كما قال السيد الرئيس راه ام الاسواق واول سوق واسواق من موراه تبنات ولحد الان راه فارغه ما فيهاش خضاره ما فيها لا طاره والو حنا الحمد لله صبرنا ومقاومين باي وجه كانوا عايش وبقينا معمرين السوق وكله مفتوح الحمد لله ما عندناش بادير في من غير هذه المهنه اللي حنا فيها دابا تنطالبوا من الناس المسؤولين يوقفوا معانا ويشوفوا حالة هذا السوق بغينا هذه الرساله توصل للمسؤولين توصل لاكبر سلطه في البلاد سيدنا توصل لهذه الرساله ويشوفوا فينا بعين الرحمه راه السوق تظلم السوق راه مدمرين الان الناس ديالو الكليين ديالو مابقاوش يقدروا يدخلوا لي اللي كانوا يدخلوا هنا راه ولاو يخافوا في هذا السوق هذا تنطالبوا بنظافه هذا السوق بالاصلاح ديال هذا السوق وبالوعود اللي وعدونا غنصلحوا في احسن صوره وشنا الملف وشوفوا مشينا شاركنا معهم المسائل ديالهم وشنا كيفاش تتصور عطانا تتصور كيفاش غيكون السوق وعجبنا داك الشيء وصلنا الحمد لله للخضاره والهدف اللي خدينا من والدينا الحمد لله تنقولوا حنا خوتنا وكل شيء دابا حريف هي ديال الخضره هذه واخا وباقي دابا الان دابا خلينا نكمل وعندنا نرجعوا عندك تقدم لك سيد امين المال امين المال نعم السلام عليكم وعليكم السلام سيدي انت بصفتك امين الاعمال انا امين المال ديال مرحبا ديال جمعيه سوق الربيع للتنميه والتضامن مرحبا سيدي حنا سيدي هذا السوق هذا جاو المسؤولين نعم الاولين داروا معنا على ان 700 مليون كاين ومشينا حنا للعماله وشفنا البلان انا واخ نائب الرئيس نعم ومشفنا وكل شيء وجاو عندنا وداك الشيء قالوا لنا راه صافي السوق غادي يكمل نعم هنا بقينا حنا في هاد الناس بقينا صابرين في هاد السوق مده ديال 19 عام وحنا جالسين في هاد السوق صابرين لحقاش والدينا هما اللي كانوا في العلامه وبقينا حنايا معاهم حتى جينا لهاد السوق ما بغيناش نخليو البلايص خاوين يمشي هاد السوق وكل كنتبناو من المسؤولين ينتظروا لهاد السوق هذا اذا كيف ما سمعتم على المتابعين الافاضل فاليوم رساله من حنا اليوم كنتواجدوا في سوق الربيع بمدينه القنيطره سوق الربيع للتضامن والتنميه والتضامن كيطلبوا الناس البائعين اللي كيف ما كنشاهدوا كيقولوا ان حنا بغينا رسالتنا موجهه للمسؤولين وعزيزكم بخير المسؤولين الى ما شافوا هذه الحال ديال السوق فاحنا عام كيف ما جيتي وعدتيو انكم صورتي وعدتيو انكم تصلحوا وعزيزكم بخير ما بقاو في الوعد ديالكم 19 عام وحنا نعم. شكرا اذا عندك اضافه مرحبا اذا باش نختموا السلام عليكم وعليكم السلام الله يجازيك بخير الاضافه اللي بغيت نقولها انا وهي السوق ما دابا شوف تي في راه تزورنا ثلاثه المرات دابا نعم خلال السنة هذه مع هذه السنة كنزور ثلاثة المرات ولكن حنا بغينا الله يجازيهم بخير واش هاد الناس ما كيشوفوش هاد شوف تي في ما كيشوفوش هاد الإعلان اللي هو اللي هنا كيوصل لهم الصورة ديال السوق داك الشيء راهم تيشوفوا بعينيهم ولكن حنا بالقلب ديالهم الله يجازيهم هذا هو الطلب اللي كنطلبوه الختام ديالنا راه هو هذا إذا شكرا لكم وشكرا للمتابعين الأفاضل فين كنتمنى أنكم سبورتاج فين كنصح سبورتاج إلى اللقاء في لايف آخر إن شاء الله.